عزيزي المشاهد، قبل أسبوع تقريبا نزلنا فيديو تحدي ألعاب الشوتر، وبما أنه أوفرواتش كانت من ضمن الألعاب في التحدي، قررت أنا شخصيا ألعب أوفرواتش من جديد وأختبر مدى احترافيتي باللعبة. فمثل ما تعرفون خبرتي كانت قليلة فيها، فقررت أتحدى نفسي وأتدرب لمدة يومين. واللي صار عكس المتوقع تماما، ومن الأسئلة اللي جت ببالي هل قدرت أبدع وأفوز ولكن ضعيف وفشلت. لا تنسانا من اللايك والاشتراك وخليك مع المقطع. أوكي أخوان، حنا نلعب آش. بالنسبة لإيمنا يعني ولعبنا النظيف، أيوة بلشنا ضياع. أحا الإيم، أحا أحا، خلينا نغير عباستنا أحسن. رايم هذا ما أخذ جوه فايت يعني. جيت والله جابك. تعالي أنا تعالي، قبل شوي أنت تلعبين عينة، تعالي. بس دقيقة نومتني أنا. يلا 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 يلا، لا جي جي، لا والله بعدين عايشين شلون. لا 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 راين، لا بعد ايش. تعال تعالي اش، والله حد جنجي. هاي تكريها مع اساس انت توكل على الله. بسم الله بلشنا صيد. اش اش لا حرام والله اخوان، ما ادري ايم البطاطا واللعب البطاطا تبعي انا اخوان. جبت العيد كثير بالجيم هذا. انا طب بالله عليكم هذا ايم؟ علفتكم بالله هذا ايم؟ يعطيك العافية يا جنجي، سديتك بضرباتي. متنا؟ ايش سوّم؟ بس عشان يقتلوني. ايوه رجع لكم الوحش. صراحة ما قدرت عديفة، ليش؟ قلت استغل الوضع. حاولت حاولنا ولا بنحاول. تاتش بالله عليكم، تاتش عبين ما نجي. تاتش حلو. اوه اخوان، ما توقعت تطلع من اللعبة، بس اكيد انا جايب العيد كثير في تيمي، اكيد 100% مستحيل لاعب محترف زيي يعني ما يجيب العيد. الحلو بالموضوع انه تيمي متقبل الوضع، يعني متقبل انه معهم واحد زي هيك بهاي القدرات الاحترافية وعادي يعني. اشكر عطوفتك.
يا رجل موت مشان الله. لا جنكرات. طيب طيب بدك يا جنكرات زي هيك انا فرجيك. ايوه ابلع. حلو. نايس بس ما زبط. فعلم الف مين. صرت اخبص انا. تعال سيجما تعال. ويلي على الكلات. حلو. سيجما وين بدك تروح؟ سيجما وين بدك تروح؟ وين بدك تروح؟ نايس 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 شرناهم شرناهم. لا ضل سيجما بس. سيجما 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 نايس نايس. لا بس لا اقعنا. عزيزي المشاهد تفضل. نايس نايس يا الالت حلوة. مرة شرط مياه زيك. والله انا عاد مود العبه جنك رايت بس هم طلبوها مني يعني. هم طلبوها خصيصا ارودنا جنك رايت يروي من عنده. يا اخي موت يا اخي موت. بلعنا. يقدرون يصمدون عادي تيمنا ولا لا؟ سوي طريق بس الشباب جوا. فتحنا لكم طريق شوي. نسوي لا يسوي لك خالص خالص خالص. ايزي ايزي. والله تانك يا عمي ما انا وحش. هاي مستر ماكس يا عيني يا عيني. مجنون مجنون. طبعا هان ما ادري كيف ذبحت ما ادري كيف ذبحتها ما اعرف حرفيا ما اعرف كيف رميت بس. اول فوز في تحقيق الاحتراف. سبحان الله محطوط على اش. انا مو اختار اش بس محطوط على اش خلاص. اش اش مثل اللعبة ما وده اصلا اني ما اعرف العب واجيب العيد وادمر التيم والتيم يصير سب علي. كيف تكبر المواضيع. يا عيني على الايم يا عيني على الايم. إيه ما تفجرت عاد سويت زي اللي بالتيك توك. واحدة بوحدة. في هيل يا اخوان ليش ما في هيل؟
بعد انا حيوان استناها ما اندوش ده من ليه ما اكون عند تيمي. جاءكم الذئب. حول بلا كذا بنت. مستفيدين منه. نايس طبعا انا اول مره احس بالهيل اول مره هذا من لونها يا اخي ديم الالت احنا جنكرات نسوي حركة قال ارميها بالهواء لا خلاص انزل حمزة 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 الموضوع بجدية الوش ايوه روح 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 عنا معك روح عنا هج هج زاري والحل ماتش والحل ماتش والحل ماتش زاري والحل ماتش ما احلاها ما احلاها لا والله مو نايس نايس اسس هيك نايس نايس اعطينا اخير اعطينا اخير ما راح من ايدي ليش معه 14 وحده مية وحده بس زاري وين رايح زاري وين رايح وين رايح يا زاري وين رايح بس بعد اللي تقدر عليه يعني مو ضروري لازم يسوون بلاتش بلاتش ولا واحد يسوي بلاتش جي جي ايزي وان والله ايزي توقعت اسوء من هيك ايزي يا اخوان والله معقول فوز الله ما ادري كل مرة اقول فوز واخسر فوز واخسر لا عاد عاد يا اخوان دائما البداية لا تدل على اشي فهمتم علي يعني كيف اي واحد ممكن يخسر بالبداية طلم 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 مودم نصبح والله والله تيمكم زبال نصبح تحاول تجيب ما قدرت تجيبهم هذا انا مفعل الالت ما طلعت انا الايم الزبال انه الوضع زاد عن اللزوم شفت الوضع صار سيء اوه ايما لا تعكروا اي بدي هاي جبت تعال يا بطارية تعال ايه
اوه اولا ايكو حرام ياخذون البوينت والله حرام. نايس تعال تعال وينك تروح. اليس انا باي رانك؟ شو رانكي يعني؟ اكيد على رانك لدرجه اني انا ما عارف شو اسمه. اثقن بي يا اخوان، جيم ايزي. فوز الثاني يعني عشان تعرفون اني جديد، انا ماني محترف باللعبه. وشكرا لكم على المشاهده ونراكم بالفيديوهات القادمه. سي يو.